ازيكم اغلى واجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وبافضل حال ونكون على تواصل في الخير دايما. ورجعت لكم النهارده فيديو جديد، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بس قبل ما ابدا الفيديو يا ريت نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا ريت قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي، وما تنسوش كمان تحطوا لايك على الفيديو علشان الفيديو يترفع ويتشاف، وبلاش المشاهدات الوحشه اللي انا بشوفها الفتره ديت، لان الفيديوهات واقعه فعلا عندي، وده بسبب تقصيركم في موضوع اللايك، فياريت محدش ينسى اللايك على الفيديو. ولو كنتوا لسه بتشوفوا القناة لأول مرة فما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا علامة الجرس للكل عشان يوصلكوا أي فيديو جديد أنا بنزله، وتابعوا معايا الفيديو للآخر. إن شاء الله النهاردة أنا رقدت فرخة الرومي التانية، معرفتش إن أنا أصور معاكم خالص لأن الموضوع كان فعلا صعب إن أنا أصور، وهتعرفوا دلوقتي ليه. بس فعلا حرفيا كده الموضوع كان صعب جدا، يعني انا اتعورت وحاجات كتير كده حصلت بسبب الرومية اللي انا كنت برقدها دي، مش بسبب انها مش عايزة ترقد، لا هي عايزة ترقد وكل حاجة تمام، بس الفكرة كلها ان انا اقومها بس واحط لها البيض، دي كانت الفكرة. طبعا البط بتاعنا اهو ما عنديش اي حاجة شغالة حاليا، لان البط زي ما انتوا شايفين كده دولت التلاتة العتاق دول بيجددوا ريش عمد زي ما انتوا شايفين، والتلاتة البقرة دولت لسه هيبيضوا ان شاء الله قريب، ودي برضو كذلك. فان شاء الله يبقى في انتاج قريب بامر الله، بس دعواتكم معايا تمام. هما دول السبع نوتي خلاص اللي انا سبتهم، ونيجي بقى نشوف فرخه الرومان. مبدئيا كده عندي الفرختين دول بيبيضوا تمام، الفرخه التركي والفرخه ديت لسه ما شاء الله بتبيض، بقى لها 3 شهور هي بتبيض او شهرين تقريبا. فطبعا الحمد لله انا بجمع البيض وبشوف اي حاجه رقد عندي وبحط البيض تحتها. نيجي بقى نشوف الفرخه اللي رقدت معايا، هي دي الفرخة السوداء اعوذ بالله تمام. طبعا انا عندي هنا الفرخة التركي انا رديتها على بيض تاني بعد ما طلعت اهي، فرشت لها قش ورديتها على بيض تاني، كان عندي بيض كتير زي ما قلت لكم اني كانوا ما شاء الله الاربع فرخات بيبيضوا. ونيجي بقى عند الاستاذة اللي انا كنت شايفين بتبخ عليها ازاي، هي دي شايفين المنظر. انا خايف بصراحة الفرخة اعوذ بالله منها. طبعا الفرخه نظيفه ما شاء الله عليها لان طلعت عندي قبل كده، الفرخه دي الوحيده اللي على السطح حاليا من انتاجي القديم خالص او من سلالتي القديمه خالص، شايفين بس شايفين المنظر شايفين، يعني دي لو ايدي بقى ما بالكم بقى لما انا كنت بحط لها البيض كان ايه اللي بيحصل، والبيض تحت منها اهو ما شاء الله. بس اتعذبت والله اتعذبت انا، بس كده احط لها البيض ده كانت بالنسبه لي عذاب. طبعا ما عرفتش اصور وانتوا اكيد عرفتوا ليه تمام. مشكلتي بقى مع الفرخه دي هتبقى في حاجه واحده بس، يعني الحمد لله كرقد ما شاء الله الفرخه نظيفه وبتعرق البيض كويس وكل حاجه تمام، بس مشكلتي هتبقى معاها في حاجه واحده بس، وقت فرز البيض، لان طبعا انتوا عارفين ان انا لازم افرز البيض، ما ينفعش ان انا افضل، فانا بس مقفل الباب كده عليها لان انا مش مرتاح لها. شايفين المنظر شايفين، مشكلتي هتبقى بس في فرز البيض، لما اجي افرز البيض بتاعها ده هتبقى معاناة تانية بالنسبة لي، لان الفرخة صعبة، الفرخة ما شاء الله هي حنينة جدا، هي اللي هي بتعمله ده حنية وخوف تمام، لكن التانية ده ما شاء الله انا بحط ايدي في بقها عادي، دي ما شاء الله يعني. واللي هناك دي برضو فيها طبع العض دي، لان دي رقدت عندي مره قبل كده لو تفتكروا من اليد التركي الحمراء، بس كان البيض فاضي كان لسه الديك صغير شويه. بس ديت هي يعتبر اصعب فرخه عندي بصراحه. فان شاء الله يعني ربنا يعدي بس فتره ان انا يعني اجي افرز البيض دي على خير، اني النهارده الجمعه فانا هفرز ان شاء الله البيض على الجمعه اللي بعدها، لان لازم يبقى فرق اسبوع عشان البيضه اللي ما جمعتش تبقى مجمعه والبيضه الرايقه تبقى باينه تمام. فهو الرومي من اسبوع ل 10 ايام، لان بيض الرومي كمان بيكون منقرش كده، فطبعا بيبقى مش صعب ان احنا يعني لو حد ما بعرفش يفرز البيض اصلا بالكشاف فيا ريت ما يفرزش بيض الرومي اصلا، لان بيض الرومي بيبقى صعب شويه في حكايه ان هو يتشال. انا الرومي الصغير بتاعي عمال يصوصو تقريبا كده، الميه او الاكل خلص عنده، ده طبعا البط انا فتحت خلاص العشه، هما عايزين يستحموا بس وانا مش عايز احمهم عشان ما يتعبوش. شوف بس كده الكتاكيت بتاعتي اخبارها ايه، بقيت عامل ده ازاي،
انتوا عندكم الاكل اهو لسه كده كده اهي يا جماعه ما شاء الله. طبعا اللمبه عكسه، شايفين بس الديك ده، شايفين الجمال ده، الديك ده هيبقى عظمه، شايفين منظره. ما يبقوا ديكين وفرختين زي ما قلت لكم من الاول خالص، يا اما 3 ديوك وفرخ. الرومي بقى اللي لسه ما اعرفش بصراحه، لسه ما بقتش، بس عايز بس اوريكم حاجه في الرومي. عايز اجيب لكم واحده بس تكون واضحه كده في شويه، تعالى انت عشان بس ما تفتكروش ان ده رومي ابيض، ده رومي ابن اولاد بس يا جماعه ريشه، الريشه البني اهو بيطلع اهو، تمام، وبيبقى ابيض كده لان هو لونه فاتح، لون الاهالي فاتح، فبيبقى فاتح شويه كده. في حاجه بقى انا عايز اوريها لكم، ديت الفرخه البرونزي، بنت الفرخه السوداء البرونزي اللي على السطح، انا ما اعرفش راحت فين بس ما عليك. شايفين لونها بقى، عايزكم تتفرجوا على اللون كده التركي، اللون الاحمر في الاسود هيبقى عامل ازاي، دي هتبقى فرخه ان شاء الله. شايفين لونها، دي اول حاجه طلعت عندي وفرحتني. بس شايفين بقى الهندي عامل ازاي يا جماعه، شايفين الديك ده، الديك ده يبقى عظمه، اقسم بالله يبقى عظمه. تعالى كده بصوا جمال الديك هيبقى عامل ازاي، هو هيبقى بعرف، تمام. بس شايفين لونه وتفاصيله ومنقاره ما شاء الله، هيبقى لونه تحفه كمان، هيبقى نفس لون الديك على فكره، الديك الكبير. بس اجيبه لكم، فهم دولت الفراخ اهيت ما شاء الله كبرت. عايز اغير الشكاره، الشكاره دي انا مدبسها هناك بالدباسه، تمام، عشان طبعا الارض تحت سلك وما يخش لهمش هوا، تيار هوا، فانا بدبس دي كده عشان ما ينكشوهاش ويقع، فان شاء الله الفرشه دي هتتغير يعني النهارده. بس شايفين ما شاء الله كبروا ازاي، طبعا هبقى اعمل لكم حلقه كامله عنهم وعن تربيتهم وحاجات كتير عن تخصهم يعني. وبالنسبه للاسعار عايز اقول لكم ان الاسعار حاجه كده استغفر الله العظيم يا رب، عشان كده انا مستحرم ابيع حاجه من عندي الوقت بسبب الاسعار بصراحه. هو المفروض ان انا يبقى ليا مكسب فيهم او كل حاجه، بس الدنيا غاليه قوي والاسعار بتاعتهم وحشه وحشه وحشه، حاجه غاليه بطريقه تكرهكم في التربيه. بس طبعا في ناس كتير بتحب تربي. هنا بقى انا حاطط دول هنا مؤقتا، دول الهندي، الديك اهو والفرختين معاه، اهو الديك اهو ما شاء الله، يا رب بس يبقى واضح معاه. هي البوكسه دي حلاوتها ان هي الارضيه بتاعتها سلك، فرشهم هيفضل نضيف زي ما هو، شايفين الديك اهو. طبعا ان شاء الله يعني انا مستني، بس بالنسبه للفراخ الهندي هنحطه هنا مؤقتا لان الفرخه الهندي اللي راقده هنا بتطلع، ومش هتطلع هندي، هي راقده على بيض رومي، بيض الفرخه اللي هناك ده اللي انا لسه موريكو بنتها دلوقتي، عماله بتكوك كده عشان عايزه تبيض. فان شاء الله يعني مستناها تطلع الفرخه الهندي دي تطلع، عشان انقل ايه الفراخ الهندي كلها هنا مع بعض تاني، وكمان احط معاهم الفرخه الرصاصي لان الفرخه الرصاصي خلاص على وش بيض. طبعا التلات فرخات اللي كانوا قاعدين عند الهندي ما طلعليش غير الاربع كتاكيت اللي انتم شفتهم دولت، الحمد لله طبعا فضل ونعمه من عند ربنا. وحتى الرومي برده ما طلعليش الاربع كتاكيت برده الحمد لله. بس ان شاء الله يعني الفتره الجايه يكون في انتاج، وربنا يعوضني خير على اللي انا خسرته وعن الطيور اللي انا خسرتها دي، وان شاء الله برده البط يبدا يشتغل معايا قريب. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، فياريت لو كنتوا وصلتوا معايا لحد دلوقتي ما تنسوش تدوس لايك على الفيديو او الاشتراك في القناه، واللي حابب يستفسر عن اي حاجه سيبها لي تحت في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد على خير.